السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معاكم إسماعيل عمران بكلمكم من أكاديمية هواي اللغات، والنهاردة إن شاء الله هشرح لكم حاجة جميلة اللي هي الـ Present Simple. Present Simple اللي هي المضارع البسيط، والزمن ده أنا بستخدمه في 3 حاجات. بستخدمه إن أنا أعبر بيه على الـ Habits العادات أو الروتين أو الأحداث المتكررة بالنسبة لي أو الـ Permanent Status أو الحقائق يعني أو الحاجات اللي بتحصل بشكل دائم. طيب يعني استخدمه ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجه لازم تقسم المضارع البسيط ده ل3 حاجات، اللي هو حاله الاثبات وحاله النفي والسؤال. في الاثبات الفكره كلها ان انت بتحط حرف الاس او بتضيف حرف الاس مع هي وشي وات. يعني لو انا عاوز اقول انا بشتغل اي ورك، انت بتشتغل يو ورك، احنا بنشتغل وي ورك، هم بيشتغلوا they work. لو انت هتقول هو بيشتغل هتضيف حرف الاس للفعل او اي اس او اي اس، هنا هتضيف له حرف الاس يبقى he works او she works او it works. طيب الحالات اللي انا مش بضيف فيها حرف الاس ولكن بضيف es او ies للفعل هي كالاتي: لو انت عندك الفعل منتهي بحرف الواي زي مثلا مثال carry، ففي الحاله دي انت هتضيف ies للفعل، تقول carries، يعني هتحذف حرف الواي لان اللي قبله حرف ساكن اللي هو حرف الار، وهتضيف ies. انما الافعال المنتهيه بـ O او اس اتش او سي اتش او اكس او اس او او في الحاله دي بنضيف للفعل اي اس في النهايه. ادي لك مثال: جو بتبقى جوز، اقول لك شي جوز تو سكول مثلا ضفت لها اي اس، او ووش تبقى ووشز، اقول لك ات ووشز ماي كلوز، او اقول لك واتش مثلا زي هي واتشز تي في، او اكس زي مثلا بوكس، او باس تبقى باسز، تمام، يمر او يقضي. يعني في الحالة دي أنا بضيف إي إس للفعل لو انتهى بال6 نهايات دول، اللي هما الإس أو الإس إس أو الإكس أو 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 إس إتش أو سي إتش. طيب ده بالنسبة لحالات الإثبات. طب تعالى ناخد أمثلة كده: I work in Hurghada معناها إن أنا في العموم بشتغل في الغردقة. You play tennis مش معناها إن أنت هتلعب تنس أو لعبت تنس أو بتلعب دلوقتي، لكن معناها في العموم بتلعب تنس. اذا انا ما بضيفش اي حاجه للفعل مع كل الضمائر ما عدا ال3 ضمائر اللي هم ضمائر المفرد الغائب اللي هما هي او شي او ات. اقول لك مثلا يو بلاي تنس، انت بتلعب تنس، او مثلا هي ستاديز انجلش، هو بيدرس انجليزي. شي جوز تو ذا سينما افري ويكند، هي بتروح للسينما كل نهايه الاسبوع. ات واشز ذا ديشز فيري ويل، هي بتغسل الاطباق بشكل كويس جدا. We watch TV in the afternoon، في العموم بنتفرج على التلفزيون بعد الظهر. You like English، أنت بتحب الإنجليزي. أو they live in Egypt، هم عايشين في مصر. تعال نتكلم دلوقتي على النيجاتيف فورم أو النفي. النفي كل الفكرة إن أنت بتضيف يا don't يا doesn't، معناها لم. بتضيف don't مع مين؟ مع I you we they، و doesn't مع he she it. يعني مثلا أقول أنا ما بشتغلش I don't work، أنت ما بتشتغلش you don't work، هو ما بيشتغلش he doesn't work she doesn't work. It doesn't work، المكنة دي أو الحاجة اللي هي الغير عاقل مش شغالة. You don't work، we don't work، they don't work. لو أنا هتكلم على أمثلة مثلا أقول لك I don't live in Hurghada، أنا مش بعيش في الغردقة. You don't play tennis، أنت ما بتلعبش تنس. He doesn't study English، هو مش بيذاكر إنجليزي. She doesn't go to the cinema every weekend، هي مش بتروح للسينما في نهاية الأسبوع. It doesn't wash the dishes very well، هي مش بتغسل الأطباق بشكل كويس. You don't watch TV in the afternoon، انت مش بتتفرج على التلفزيون بعد الظهر. You don't like English، انت ما بتحبش الانجليزي. او مثلا they don't live in Egypt، هم مش عايشين في مصر. طيب تعالى كده نروح على صيغ الاستفهام. انت عندك هنا صيغتين للاستفهام، يا اما ان انت بتسأل ب WH question، يعني اسئله تبدأ بحرفي ال W وال H وبعد كده بحط بعدهم ال auxiliary او subject وال verb. طب تعالى نشرح الكلام ده. بص يا سيدي، لو انت هنا عايز تكون سؤال باستخدام where او when او how او why او what او how long او who او how often. where بمعنى اين، when متى، how كيف، why لماذا، what معناها ما او ماذا، how long بمعنى كم لطول المدة او المسافة، who من، how often كم لعدد المرات او كل قد ايه. انت بتعمل ايه؟ اول حاجه لازم تحط فعل. انت عندك هنا فعلين في السؤال، فعل اساسي اللي هو زي مثلا كلمه work، انا ما ينفعش اشيل الفعل ده لان قلت لك لو where do I
where do you ايه حضرتك؟ ما تكمل السؤال. يبقى ده فعل اساسي، والفعل المساعد هنا اللي هو do. ينفع اشيل do؟ اه ينفع اشيل do لو انا بتكلم في السبوكن لانجوج او اللغه اللي هي العاميه اللي هو where do you work او where you work، انت بتشتغل فين هتتفهم. ولكن انا ميزه ان do هنا كفعل مساعد في السؤال ان هي بتحدد الزمن اللي انا بسال فيه. يعني لما اقول لك where do you work معناها انت بتشتغل فين في عموم الحياه، مش بتشتغل فين دلوقتي او مش هتشتغل فين او مش معناها اشتغلت فين. يبقى انا بحدد بيها الزمن اللي انا بسال فيه، انا بتكلم في العموم. يبقى where do you work انت بتشتغل فين، where does he work هو بيشتغل فين، where does she work هي بتشتغل فين، where does it work او what does it work with هي بتشتغل بايه، how long do we work احنا بنشتغل كل قد ايه او بنشتغل مدة قد ايه في اليوم مثلا، who do you work with انت بتشتغل مع مين، او how often do they work هم بيشتغلوا كل قد ايه. طيب في حاجة بالنسبة للإجابات بسميها دلوقتي، أنا سألت الأسئلة وعايز أجاوب، فأنا بيبقى عندي طريقتين، يا إما شورت فورم أو لونج فورم. شورت فورم هي الإجابة القصيرة، واللونج فورم هي الإجابة النموذجية أو الإجابة الطويلة. طيب نفرض مثلا إنه حد سألني قال لي Do I know you؟ هو أنا أعرفك؟ آه استنى بقى، أنا هنا ما سألتش بوير أو وين أو هاو أو وات أو هاو أوفن أو أي حاجة، ده أنا هنا سألت بدو. طب امتى اصلا اسال بدو؟ قال لك انت بتسال بدو لما يكون الاجابه بتاعتك يس او نو. لما اقول لك مثلا Do you smoke؟ تقول لي يس اي دو، نعم انا افعل او نعم انا كذلك، او نو اي دونت. او اقول لك مثلا Do you play football؟ تقول لي يس اي دو او نو اي دونت، او Do you speak English؟ يس اي دو او نو اي دونت. يبقى انا بسال بدو ده لما الاجابه بتاعتي تحتمل الاجابه يس او نو. لكن طب لو انا بسال عن شيء مش محتاج منك تقول لي يس او نو، ده انا عايز اوبن اند كويشن، يعني سؤال نهايته مفتوح، زي لما اقول لك يعني where do you live اين تسكن، فانت هتقول لي I live in Hurghada. طب نرجع بقى للسؤال معذره بدو او does، انا هقول لك do I know you هو انا اعرفك، هتقول لي yes you do او no you don't. Do you play tennis? Yes I do. No I don't. Does she study English? Yes she does. No she doesn't. Does she go to the cinema? Yes she does. No she doesn't. هل هي بتروح السينما؟ اه او لا. Does it work؟ الحاجة دي شغالة؟ Yes it does. No it doesn't. Do we watch TV a lot؟ احنا بنتفرج على التلفزيون كتير؟ Yes we do. أو no we don't. أو مثلا Do you like English؟ تحب الإنجليزي؟ Yes we do. أو yes I do. أو no I don't. Do you live in Paris؟ أنت عايش في باريس؟ Yes I do. أو no I don't. أتمنى تكون فهمت الـ present simple. وإن شاء الله هنكمل بقية الأزمنة بنفس الشكل ده. شكرا لوقتكم وشكرا لكم، وأشوفكم على خير إن شاء الله.